تقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد، وأعرب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن أمنيته بأن تنعم مصر بالاستقرار والأمن والأمان في ظل القيادة الوطنية الحكيمة، وتستكمل مسيرة البناء والتنمية في المجالات كافة، وأن تحقق أهدافها وتحرز المزيد من التقدم والازدهار، وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق آمال وتطلعات شعب مصر العظيم.